انتظر بس لغاية لما الناس تدخل بس. هو ايه اللي حصل يا دكتور؟ الميتنج مفيش حاجة حصلت. 40 دقيقة وبيقفل وبعد كده بتخش تاني. تمام. هننتظر بس دقيقة لغاية لما الناس تدخل بس. هو الدكتور هو خرجني، مش عارف المشكلة في ايه. نعم، هو خرج الله. خرجني نفس خرج الامتحان دايما. يا ريت عبد الرحمن اعمل ميوت بعد اذنك. ننتظر بس دقيقة واحدة لغاية لما الناس بس تدخل دقيقة كده، ونتكلم بس في الحتة اللي الحتة الأخيرة دي بس، عشان المعلومة توصل لحضراتكم. يا دكتور، يا المحاضرة هتنزل على اليوتيوب ولا ايه؟ المحاضرة هتنزل على اليوتيوب. قال ايه، الصوت ما كانش واضح ولا ايه؟ لا تمام يا دكتور. لا تمام تمام. ليه الصوت بيقطع ولا حاجة يا شباب؟ في مشكلة في الصوت؟ لا لا حاجة؟ تمام يا دكتور. لا لا تمام. هو بس دي المسألة دي يا دكتور انت بتشرحها ولا في واحدة تانية؟ لا لا لا، هي دي بس عشان حاولوا تذاكروها، وهخلي بعد كده دكتور عبد الناصر هيراجع لكم المسألة التانية، اللي هي آخر مسألة اللي أنا شرحتها آخر محاضرة الأسبوع اللي فات، اللي هي مسألة انضمام شريك. هخلي يعمل لكم محاضرة تانية ميتنج على زوم، ميتنج تاني، محاضرة تانية الأسبوع اللي جاي أو خلال الأسبوع ده، لسه هشوف هنسق معاه، يراجع لكم على مسألة انضمام شريك. يبقى كده انت معاك اهم مسالتين من المسائل المهمه، اللي هي الحسابات الجاريه وتوزيع الارباح، انت مش هتشرح انضمام شريك. يعني انت دكتور مش هتشرح الثانيه؟ لا مش هيبقى في وقت بقى، ما كفايه بقى هي الاولانيه دي عشان خليك تقعد تذاكر المساله الاولانيه دي، عشان ما تقعدش تتلخبط. ذاكر دي الاول وبعد كده نخليك معاك على المساله الثانيه. الدكتور عبد الناصر، المسألة التانية امتى يا دكتور؟ نعم؟ ايوه يا عادل اتفضل. عادل، المسألة التانية. بقول لحضرتك المسألة التانية هتبقى امتى؟ هتفق مع دكتور عبد الناصر، هشوف امتى عايزين تاخدوها، خلال الأسبوع ده يعني. إن شاء الله. على زوم برضو. بس ابقى خلينا نزلنا اللينك زي كده دكتور. هينزل لكم برضو اللينك وهنبعته على الاي ليرنينج برضو. تمام دكتور. تمام دكتور، انا عندي اسايمنت انا ما سلمتوش. كلموني لما نرجع ان شاء الله للجامعه باذن الله، لما الامور تهدى كده والدنيا ترجع بطبيعتها ان شاء الله، يبقى سلمها لي يا مهند في اي وقت. بعد لما نرجع ان شاء الله بعد يوم 20. دكتور الامتحان امتى دكتور؟ لا لسه ما تحددوش، هو الوزارة قالت ان بعد يوم 20 ان شاء الله، 20 فبراير. تمام. طيب دلوقتي يا شباب بقى، انا في الحتة دي دكتور عبد الناصر معايا. طيب ننتظر دقيقة كده لغاية لما دكتور معاك يا دكتور. دلوقتي هم الطلبه بتسال عايزين يحددوا امتى ميعاد الريفيجن المساله الثانيه بتاع انضمام شريك، فرايك ايه؟ براحتك يا دكتور، حدد انت اي ميعاد خلال الاسبوع ده او الاسبوع اللي جاي وننزلها، ويبقى كده هم خدوا المحاضرتين الريفيجن اللي كنت حضرتك وعدهم بيه. طيب تمام ماشي خلاص، يعني نتفق معاهم كده، خليها على الاسبوع اللي جاي على ميعاد المحاضره يوم الاحد اللي جاي. خلاص تمام. يبقى يوم الاحد نفس الميعاد كده الساعه 3 يا دكتور. يبقى يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله يا شباب هيبقى ميعاد الريفيجن المحاضره الثانيه. خلاص الساعه كام يا دكتور؟ الساعه 3 يعني يعني هيبقى في نفس الميعاد، يعني يا اما الساعه على الساعه 3 كده في نفس التوقيت ان شاء الله. وما تقلقوش يا شباب، احنا كده كده هنبعت لكم رسائل على الاي ليرنينج بميعاد المحاضره بالظبط، هننزلها على الاي ليرنينج وهنبعت لكم رسائل على الخاص على ميعاد المحاضره، ما تقلقوش يعني. خلاص تمام يا شباب.
تمام يا دكتور. طيب انا بقى دلوقتي انا في الحته الجزئيه الاخيره هنا دي علشان عايز اوصلها لحضراتكم، يا ريت تعملوا ميوت بعد اذنكم، يا ريت بس كل الناس تعمل ميوت. ماشي يا دكتور. دلوقتي يا شباب هنا في الحته دي لما باجي اجمع هنا، عشان في ناس كتير جدا بتتلخبط في تجميع الحسابات الجاريه، يعني انت لما بتيجي تجمع الحسابات الجاريه بتبقى بالنسبه لك كمشكله بالنسبه لك انت كطالب. لما تيجي انت تجمع الامر سهل جدا ما فيهوش اي صعوبه. لما بتيجي تجمع الحسابات الجاريه بجمعها ازاي؟ اهو بنمسك الف مع الف، خلاص. يعني حضرتك انت بتقول ان الشركه مكونه من شريكين الف وب، هتاخد انت الشريك الاولاني الشريك الف، هتجمع الاجمالي هتشوف الاجمالي هيطلع الرقم كام، واجمع الشريك ب وشوف المبلغ هيطلع معاك كام، فبالتالي هتاخد المجموع الكبير وتنزله في الناحيتين. اهو لما نيجي نجمع الشريك الف ناحيه اليمين، اهو ناحيه اليمين يا شباب، اجمع كده ناحيه اليمين، اجمع ناحيه اليمين، او 12000 جمعنا عليهم 10000، وبعد كده جمعنا عليهم 400، بعد كده جمعنا عليهم 600، يطلع المجموع كام؟ 23000. طيب تعالى ناحيه الشمال، نجمع ناحيه الشمال طلع كام؟ 9600، ونجمع عليهم 2000، ونجمع عليهم 10000، يطلع المجموع كام؟ 21600. يبقى انهي الاكبر، ال 23 ولا ال 21600؟ لا ده ال 23000 هم اللي اكبر، فبالتالي هتاخد ال 23 اهو ناحيه الكبير، ناحيه الرقم الكبير اللي انت جمعته طلع هنا 23، هوديه الناحيه الثانيه 23، وتاخد الفرق ما بين ال 23 وال 21600. الفرق ده بنسميه 1000 وكام يا شباب؟ 1400. تمام؟ الفرق ما بين ال 23 و 21600 1400. ده الرصيد بكام؟ ده الرصيد اللي هيتبقى مع بالنسبه للشريك ايه؟ للشريك الف. يعني يعتبر الشريك الف عليه فلوس للشركه، يعني كده يعتبر المبلغ ال 1400 جنيه ده كده معناه ان يعتبر الشريك الف عليه فلوس للشركه، فكده يعتبر من وجهه نظر الشركه كده في الحاله دي يبقى ليها فلوس ولا عليها فلوس؟ الشريك عليه فلوس، يبقى بالنسبه من وجهه نظر الشركه يبقى هي ايه؟ ليها فلوس. الشركه ليها فلوس، يبقى ليها فلوس بكام المبلغ؟ 1400 جنيه اللي هو بنسميه جاري الشريك الف. تمام يا شباب؟ يبقى كده معنى الكلام ده بيعتبر معنى. يا ريت بعد اذنكم اعملوا ميوت عشان انا سامع فيه دوشه حوالين الشخص اللي فاتح مايك. يبقى معنى الكلام ده يا شباب ان يعتبر ان الشرك ان الشريك عليه فلوس للشركه، المفروض الشريك الف عليه فلوس للشركه ان هو يدفع مبلغ وقدره 1400 جنيه، فكده يعتبر في الحاله دي من وجهه نظر الشركه يعتبر هي ليها فلوس عند الشريك بكام المبلغ؟ 1400 جنيه، عشان كده السهم رايح ناحيه الاصول، عشان يعتبر لما اجي يسمع عندي في قائمه المركز المالي، لما يجي يسمع عندي في قائمة المركز المالي للشركة، يعتبر في الحالة دي الشركة ليها فلوس عند الشريك ألف مبلغ كام؟ 1400 جنيه. طيب زي ما عملت في ألف هنعمل في ب، تعال نجمع يمين وشمال، نجمع ناحية ب ناحية اليمين أو اجمع كده 12000 وزودنا عليهم 800 يطلع كام؟ 12800. طب تعالى الناحية التانية ناحية الشمال، يبقى ناحية اليمين 12800، طيب ناحية الشمال تعالى نجمع 4000، هنزود عليها 8400، وهنزود عليها 200، وهنزود عليها 10000، هيطلع المبلغ كام؟ 22600. يبقى أنهي الأكبر؟ ال 12800 ولا ال 22600؟ طبعا ال 22600 هو الاكبر، يبقى هتاخد المبلغ الكبير اهو ال 22600 في الناحيتين، او جمعنا ناحيه الكبير ناحيه الشمال طلع 22600، هوديه الناحيه الثانيه 22600، هنطرحها من ال 12800 هيطلع المبلغ كام؟ 9800. يبقى ال 9800 دي يعتبر ده الرصيد بتاعك اللي هيترحل الناحيه الثانيه رصيد منقول في قائمه المركز المالي. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان يعتبر بالنسبه للشريك ب ان هو يعتبر ليه فلوس عند الشركه.
يبقى من وجهة نظر الشريك هو ليه فلوس، فبالتالي يبقى من وجهة نظر الشركة يبقى عليها ايه؟ عليها فلوس. فبالتالي يبقى من وجهة نظر الشركة لما تبقى عليها فلوس للشريك يبقى هيسمى عند سيادتك ناحية الخصوم ناحية الالتزامات بمبلغ 9800 اللي هو بنسميه جاري الشريك به. تمام؟ يبقى كده يا شباب في حد، يبقى كده في حد عنده مشكلة في الحتة دي؟ يبقى عندك جاري مدين وجاري دائم. يبقى كده يعتبر من وجهة في الأولانية بالنسبة للشريك ألف، هو الشريك ألف عليه فلوس للشركة، فلما يبقى عليه فلوس للشركة يبقى من وجهة نظر الشركة إيه؟ ليها فلوس. طيب بالنسبة للشريك ب، طب بالنسبة للشريك ب ده الراجل ايه؟ ليه فلوس عند الشركة، فبالتالي يبقى من وجهة نظر الشركة يبقى ايه؟ عليها فلوس. فيبقى لما عليها فلوس هيسمى عند سيادتك ناحية الايه؟ ناحية الخصوم. ها يا شباب في حد عنده اي سؤال او عنده اي استفسار في الحتة دي؟ الجزء المتعلق في الاخر خالص في الحسابات بالنسبه للحسابات الجاريه عشان توضح عندك في قائمه المركز المالي مين اللي ليه فلوس ومين اللي عليه فلوس. يا دكتور احنا بنعمل مركز المالي بيبقى من وجهه نظر الشركه صح؟ ايوه بنعمل قائمه المركز المالي من وجهه نظر الشركه، عشان كده بقول لك ايه، هو الراجل هنا الشريك اهو عند الشريك الف، الراجل من وجهه نظر الشريك هو الراجل عليه فلوس، عليه فلوس للشركة، فبالتالي يبقى من وجهة نظر الشركة يبقى كده في الحالة دي يبقى ليها فلوس عنده، ليها فلوس عنده بكام المبلغ؟ 1400. طيب بالنسبة للشريك ب، الشريك ب ده الراجل ليه فلوس عند الشركة، فلما يبقى ليه فلوس عند الشركة يبقى من وجهة نظر الشركة يبقى عليها ايه؟ عليها فلوس للشريك بكام المبلغ؟ ب 9800. تمام يا عادل؟ يا دكتور هو لازم اعمل المركز المالي؟ طبعا ان هو طبعا في المطلوب منك هتعمل ثلاث حاجات، هيطلب منك تعمل حساب التوزيع، وتاني حاجه هيطلب منك تعمل حساب الحسابات الجاريه، وتالت حاجه هيطلب منك تعمل قائمه المركز المالي. يبقى في ثلاث حاجات مهمين لازم تعملهم، حساب التوزيع وحساب الحسابات الجاريه وقائمه المركز المالي. شكل القائمه او بتعمل قائمه صغيره كده بتوضح له، بتوضح هنا قائمه المركز المالي للشركه، بتوضح مين اللي ليها فلوس ومين اللي عليها فلوس. تمام يا دكتور. تمام. هو بالنسبه للزي التوزيع زي ما قلت لك يا دكتور اعمل فيها اكونت زي ما انت عايز، عايز تعملها بالشكل اللي انا عملته في المحاضره براحتك، عايز تعملها بالشكل اللي ظاهر عندك على الشاشه برضو براحتك، ده صح وده صح. ها نورهان، انا شايف اللي انت عملته في المحاضره يا دكتور اسهل يعني. براحتك زي ما انت عايز. نورهان سامي عندك اي مشكله في المساله دي تاني؟ ان انت كنت طالبه مني المساله المراجعه دي المساله ان هي كنت عايزاها ريفيجن. نورهان معايا؟ طيب رنيم. أنا دكتور مسألة تمام. في حد عنده أي مشكلة في المسألة دي يا شباب؟ لا دكتور. يبقى كده يعتبر احنا راجعنا مع بعض اول مراجعه او اول محاضره في المراجعه، ان انتوا عارفين المحاضره متقسمه مرتين مراجعتين، المراجعه الاولانيه والمراجعه الثانيه، المراجعه الثانيه هخصصها لدكتور عبد الناصر، المساله الثانيه اللي انتوا عايزين تراجعوها اللي هي اخر مساله اللي انا شرحتها في المحاضره اللي هي انضمام شريك، مش هي دي اعتقد اللي انتوا عايزينها ولا عايزين مساله ثانيه؟ هي دي هي دي اللي هي اخر مساله اللي انا شرحتها في المحاضره اللي هي انضمام شريك صح؟ انا كنت عايز انضمام الشريك. طيب أيوة. طيب خلاص ان شاء الله. يعني المساله الثانيه تبقى انضمام شريك يا دكتور؟ نعم. اللي انتوا عايزينه، وانتوا خلي بالكم انتوا معاكم اربع مسائل. تبقى انضمام شريك؟ انتوا معاكم اربع مسائل، مساله الحسابات الجاريه. ايوه انا عارف. انضمام شريك ومساله التصفيه ومساله زياده راس المال. اعتقد ان مساله التصفيه وزياده راس المال ما فيهاش مشكله، ان هي سهله، انا شرحتها لكم في المحاضره كذا مره. تمام تمام. هي بتاعه البرنامج شريك فيها سبع خطوات يا دكتور، اللي فيها ثمان خطوات بالظبط. المساله الكبيره دي نعم. ايوه انتوا شوفوا انتوا عايزين ايه، عايزين انهي مساله اللي فيها المراجعه اللي عايزين تركزوا عليها اكتر؟ اللي فيها ثمان خطوات يا دكتور اللي شرحتها حاجه حضرتك، اللي فيها ثمان خطوات، اللي عايزين المساله اللي فيها انضمام شريك صح؟
تمام تمام طب دكتور عبد الناصر معايا على معايا على الميتنج ولا طلع؟ معاك يا دكتور. طيب دلوقتي يا دكتور بعد اذنك، هم الطلبه دلوقتي طالبه ان هي عايزه المساله الثانيه اللي هي انضمام شريك المراجعه، فان شاء الله عايزين نخصص يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله باذن الله الساعه 3 حضرتك تراجع لهم المساله الثانيه بتاعه انضمام شريك. ما فيش مشكله خلاص. تمام كده يا شباب، في حد عنده اي استفسار او اي سؤال بالنسبه للمراجعه بتاعه النهارده المساله بتاعه حساب التوزيع او الحسابات الجاريه؟ لا تمام يا دكتور. يا شباب في حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ انا معايا يعني، في حد عايز اي حاجه انا معايا. لا احنا كده دي تمام. في حته هو مش فاهمها او نقطه هو بوينت هو مش فاهمها، انا اعيد له مره واثنين وثلاثه. هي دي سهله شويه. نعم هي دي سهله شويه دكتور، هي اللي صعبه بتاعت انضمام شريك بس. طيب خلاص، طبعا المساله دي هي موجوده في الكتاب صفحه 8 صفحه كم 57. لو عايز ان انت تفتح الكتاب هتلاقي المساله دي اللي انا شرحتها دلوقتي في صفحه 57، والمحاضره كده كده اوريدي متسجله فهتترفع برضو على الاي ليرنينج لو حبيتوا ان انتوا تسمعوها مره واثنين وثلاثه برضو مفيش مشكله. خلاص تمام يا دكتور. تمام يا شباب، يلا بالتوفيق دايما ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. متشكرين يا دكتور، الله يخليك. يلا اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي باذن الله. ماشي، مع السلامه. ان شاء الله، مع السلامه. سلام دكتور.